السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم كل محبين وصفات رهيبة مع رشا. وحشتوني يا أمارات، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وهنا. هنكمل النهاردة سلسلة الحاجات الحصري اللي إحنا بنعملها. هنعمل حمام كريم البامية، حاجة كده رهيبة بشكل جديد. كنا عملناه قبل كده إن إحنا بنجيب أقماع البامية وبنضربها في الخلاط وحاجات كده. النهاردة بقى هنعمله بشكل تحفة جدا. النهاردة هنعمله بقى بشكل مختلف، حاجة كده رهيبة لتنعيم وترطيب الشعر من أول مرة، نتيجة مذهلة. كنا إحنا نزلنا لكم هنا على القناة، كنا إحنا أول قناة نعمل زيت البامية، ما حصلش قبل كده ولا على اليوتيوب ولا على المجرة كلها. وعملنا مع بعض طبعا سلسلة الموز، اللي ما شافهاش هتلاقي ملف الموز فيه كل الوصفات اللي أنت نفسك فيها. عملنا مع بعض زيت الملوخية، عملنا مع بعض زيت الذهب، عملنا زيت الجدايل، عملنا حاجات زيوت رهيبه جدا. كل ده هتلاقيه في ملف اسمه برده تعليم الزيوت، لو انت عاوزاه اكتبي لي تحت في التعليقات هبعتهولك. زيت الباميه او زيت الباميه اللي لسه ما جربوش لحد النهارده فاتوا كتير. زيت الباميه وزيت الملوخيه كان من الحاجات الرهيبه جدا جدا للشعر، نعومه وترطيب. اللي ما جربش لحد النهارده زيت الباميه او زيت الملوخيه فاتوا نص عمره. كان اقتراح كده عملناه مع بعض على القناه زي ما انت شايفه كده. كنا عاملين شوية زيت رهيبة، يعني اللي هو تحسيه سيرم في نفسه. جه عليه تعليقات حلوة جدا، هبقى احط لك جزء من التعليقات ديت. عامل كأنه بالظبط سيرم وليس زيت، حاجة رهيبة جدا لتنعيم وترطيب الشعر، لا يقل أهمية عن زيت الموز. الناس اللي ماسكة في زيت الموز ويا حلاوته يا جماله، لا جربي بقى على ضمانتي. انت يعني ما خدتيش مني وصفة ولله الحمد فشلت. خدي زيت البامية او زيت الملوخية جربيه، صدقيني نتيجته فوق الخيال. زي ما انت شايفة كده، بص القوام، حاجه روعه. ده لوحده اصلا للشعر، لو انت استخدمتيه كده للشعر لوحده رهيب. النهارده بقى هنعمله بشكل حمام كريم، لان في ناس بيبقى شعرها ناشف جدا، ناس شعرها متهالك، لا ده انا عايزه بقى فرد زياده، عايزه تغليف كده للشعرايه، عاوزه الشعر يطرى، عاوزه تغليف للشعرايه وعاوزه فرد من اول مره. زيت الباميه او زيت الملوخيه مش مجرد ان احنا زي ما قلنا قبل كده ان هو حاجه تغليف للشعر او تنعيم للشعر وخلاص، لا ده حاجه قنبله كولاجين. اتكلمنا ان الباميه والملوخيه من الحاجات اللي فيها فيتامين A، فيها فيتامين B، فيها فيتامين C، فيها فيتامين ج، فيها زنك، فيها مضادات اكسده، فيها كولاجين، فيها كل الحاجات اللي ممكن تتخيليها لتنعيم وترطيب الشعر. الناس اللي بتروح تدور على امبولات الكولاجين في الصيدليه ومش بتلاقيها او بتلاقيها غاليه، حضرتك عندك حاجه سبحان الله طبيعيه. عملناها حتى زيت الملوخيه قبل كده بالملوخيه الناشفه، عملناه بالملوخيه الخضراء، عملنا زيت الباميه، فحاجه بجد للشعر رهيبه. اتمنى انك تجربيها عشان هتنقل شعرك نقله ثانيه خالص. صدقيني الناس اللي مهووسه بحاجات الموز، جربي الباميه والملوخيه اقوى منها مليون مره. تمام كده يا غاليه؟ تمام كده. اول حاجه طبعا هتحضري الزيت وتعملي الزيت وتركنيه معانا بالمنظر اللي احنا عاملينه دوت. تمام، هنركنه على جنب ونشوف الوصفه بتاعتنا عباره عن ايه. قبل ما نبدا في الوصفه عايزه اقول لك ان احنا عندنا ملف اسمه ملف تنظيفات العيد، عشان خلاص العيد اهو على الابواب، كل سنه وانتم طيبين. في اقوى وصفات للسجاد، للحوائط، للنجف، للاساس، للسيراميك، للبوتاجاز، لكل اللي نفسك فيه. لو عايزه ملف تنظيفات البيت ده اكتبي لي تحت في التعليقات ابعته لك. وزي ما اتفقنا، الناس اللي ليها اولويه في الرد على التعليقات الناس اللي بتتفاعل على القناه. حضرتك حطي 10 تعليقات، استغفار، صلاه على النبي، اموشن، اي حاجه نفسك فيها حطيها كده، تعليقات كتير، 10 تعليقات، واكتبي لي الوصفه اللي انت عاوزاها ابعتها لك. او مش لازم تكوني عايزه وصفه يا حد مش لازم تكوني عايزه وصفه، يعني حطي لي 10 تعليقات كده وتفعلي وخليكي اموره عشان اطلع لي كل يوم بحاجات حصر. اول حاجه يا نور عيني، هتجيبي طبق او حله او اي حاجه اللي هتعملي فيها الوصفه. عاوزه نص كوبايه من الميه العاديه خالص اهو، نص كوبايه كوبايه على حسب ما انت عاوزه. تاني مكون معانا يا نور عيني الا وهو النشا، اللي هو الكورن فلاور. طبعا النشا من الحاجات الرهيبه جدا اللي بتنعم معانا الشعر، ومن الحاجات اللي بتفرد الشعر. كنا عملنا لكم قبل كده برضو فرد النشا، وكتير جدا جالنا عليه احلى كلام. لو انت رجعت للفيديو هتلاقي عليه احلى تعليقات من الحاجات اللي بتفرد الشعر من اول مره. كان زمان قبل، قلت لك قبل كده ان كان زمان قبل اختراع المكوى وقبل اختراع البروتين والكلام ده، كانت الناس بتعتمد على النشا ان هي تفرد بيه شعرها، وكانت فعلا نتيجه روعه بس لو تعمليه صح. الطريقه الصح كاتباها لك او هتلاقيها في فيديو، لو عاوزاها هتلاقيها في ملف الشعر. هتحطي لي كده يا نور عيني، تمام، 3 معالق من اللي هي المعالق الصغيره ديت على كوبايه من الميه، تمام، وهنقلبهم كويس جدا. تمام كده،
ما ينفعش ان هو يكون فيها تكتلات او حاجه، عشان لو جيت حطيته على النار يعني زي هيمسك في بعضه. لا لازم اقلبه كويس جدا، افك اي تكتلات، وبعد كده هروح دلوقتي حالا هرفعه على النار. قبل ما نروح نرفعه على النار، عايزه اقول للامارات اللي منورين قناتنا، عندك برضو ملف اسمه ملف المنظفات، في اقوى الوظفات، ازاي تعملي صابون سايل، ازاي تعملي صابون صلب، ازاي تعملي صابون صلب، ازاي تعملي الشامبوهات، ازاي تعملي الشاور في البيت، صابون بريحه، كل ده موجود في ملف المنظفات. كل ده موجود في ملف المنظفات، لو انت عاوزاه غالية اكتبي لي تحت في التعليقات ابعتهولك. هنروح على النار نعمل الخليط دوت، نخليه يمسك في بعضه او نسويه بمعنى اصح، ونرجع تاني. جينا هنا كده يا قلبي على النار، زي ما انت شايفه بتوطي عليه وايدك فيه، ولازم تفضلي تقلبي، ما ينفعش انك انت تحطيه وتركنيه وتروحي في حته وترجعي له تاني، لا ايدك فيه كده وتقلبي بالراحه. لايكات كتير بالله عليكي. النهارده عملنا مع بعض وصفه تحفه جدا للصراصير، كانت حصري واول مره على اليوتيوب. اخترعنا مكون رهيب كده اللي هو بديل حمض البوريك، الناس اللي ما كانتش بتلاقيه قلت لك البديل بتاعه النهارده موجود في كل بيت. فكره حصري ولاول مره على اليوتيوب، الناس اللي عندها صراصير او الناس اللي عندها نمله او الناس اللي عندها بق عليكي. وعلى الفيديو اللي نزل النهارده لو عاوزاه اكتبي لي ابعتهولك في التعليقات. تمام كده يا غاليه. امبارح برضو عملنا الصابون البلدي بمكون سحري اول مره ينزل على اليوتيوب، كانت وصفه رهيبه كده، هيخلي الحلل معاكي تبرق والمواعين والسيراميك، وحاجه كده برضو روعه. لو عاوزاه قولي لي ابعتهولك. كل ما هو حصري وكل ما هو قمر هتلاقيه عندنا احنا وبس، فلايكات وتفاعلات يا قمر علشان نستمر. هنقلب كده يا غاليه، وكل ما هنقلب كل ما تحس ان القوام بتاعه عمال يتقل. الامارات اللي مشتركين جديد، عندك ملف اسمه ملف تحضير البيت، بنعلمك ازاي تعطري البيت، ازاي تعطري الملابس، ازاي تعطري الهدوم، ازاي تعطري جسمك، تعملي مخمريه سايله للجسم، ازاي تعملي مسك الطهاره، ازاي تعملي مكعبات المسك، حاجات زي مخمريه للشعر، كل ما هو يخص التعطير هتلاقيه في ملف اسمه تعطير البيت. لو انت عاوزاه اكتبي لي في التعليقات ابعته لك. ايدينا فيه، ما بنشيلش ايدينا منه لحد لما يتقل ويوصل لمستوى معين، هوريه لك دلوقتي. تمام كده يا غاليه. بدل ما تروحي تشتري حمام كريم بسعر او برقم، لا حضرتك هاتي ده كده، صدقيني اعمليه نتيجته فوق الروعه. لو الناس بقى ما بتحبش تعمل حمام كريم، او انت مثلا مش فاضيه او الجو دوت، كنت قايله لك في الملف بتاع الصيدليه على اسماء حمامات كريم كده ب10 جنيه من الصيدليه، رهيبه وبتنعم الشعر من اول مره. لو انت عايزه الفيديو بتاعها اكتبي لي في التعليقات ابعت لك ملف الصيدليه، هتلاقي كذا حمام كريم نتيجته رهيبه جدا وب10 جنيه. زي ما انت شايفه يا نور عيني بيبدا يتقل اهو، 1 2 تمام 3، خلاص هنقفل في المرحله دي كده تمام جدا. بس كده هناخده بقى بعيد عن النار، هنفضيه في طبق وناخده بعيد عن النار ونكمل وصفتنا بعيد. بص القوام بتاعه ايه رايك، حرفيا مزيكا. هنفضيه في طبق ونرجع نكمل الوصفه. ورجعت لكم تاني يا امارات، مين حط العشر مين السلكه مين السلكه من جواها اللي حطت العشر تعليقات؟ بشكر كل الناس اللي بتحط طبعا بدون ما تكون عايزه وصفات او حاجه، ربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي يا احلى اخوات. حطي يا قمر تعليقات علشان خاطر الفيديو يوصل لكل الناس وعشان نقدر نستمر. زي ما انت شايفه كده ما شاء الله قوامه تحفه جدا، عامل زي الفازلين، في شبه حرفيا من الفازلين، بص الجمال. هنقف لحد كده؟ لا، هندعم بقى الوصفه ونحط المكون السحري اللي معانا. كان في وصفه تانيه النهارده زيت معجزه عملناها على القناه، كانت عملته جودي بنتي. عايزه اقول لكم حاجه يا جماعه، عشان انتوا انا في ناس كده عندها حاجات غريبه معتقده اعتقادات غريبه. جودي غير لوجي، لوجي دي نونيه صغيره لسه، وجودي دي عروسه كبيره يا جماعه، عشان خاطر كانت عامله الفيديو من شويه فالناس معلقين ان هي لوجي، لا لوجي دي لسه بيبي صغير، وجودي دي انسان كبير، عروسه يا جماعه بدورلها على العريس. فجودي كبيره ولوجي صغيره، عشان خاطر ناس كتير في التعليقات ولوجي واموره يا لوجي، ما هياش لوجي، لوجي لسه بيبي. تمام، نرجع بقى للوصفه بتاعتنا. هنحط بقى هنا شويه من الزيت القمر اللي احنا عاملينه، بصي لونه اصلا يعني بجد ده كده اسمه الزيت القنبله. بصي اصلا لما نيجي نحطه، شايفه القوام بتاعه؟ تخيلي ده كده للشعر حرفيا، عارفه المزيكا، هو ده اللي بيسموه مزيكا. هنقلب بقى كده اهو كويس جدا. تمام، والله العظيم حرفيا بدون حلفان النتيجة فوق الخيال، يعني أنا نفسي كده تجربيه وتكتبي لي رأيك في التعليقات، نتيجته فوق الرهيبة. بصي تخيلي بقى لو انت مثلا شعرك ناشف وشعرك خشن ومتهالك، الناس اللي شعرها بتحرق من فرد من صبغة، الناس اللي شعرها على طول في البيت هايش، لما تعملي الخليط القمر ده كده وتحطيه على شعرك، بصي القمر والله حرفيا احلى من احلى حمام كريم. هتعملي ايه؟ ده تعملي طبق زي اللي انا عاملاه ده كده وتحطي ليكي ولبنوتاتك، النتيجه فوق الخيال اهو.
بصي القوام بتاعه عامل ازاي، تخيلي بقى كده، ده كده على الشعر نتيجته روعة. عايزة تحطي شوية زيت تاني تمام، مش عايزة خلاص، هو اصلا كده قمر اهو. بصي العسل حاجة كده رهيبة جدا، هقولك تستخدميه ازاي دلوقتي. هتقلبي كويس جدا يا قلبي، تدخلي كده الزيت مع النشا تمام، عسل قوي 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 يعني. هقعد العب فيه طول النهار. اول حاجه يكون شعرنا نظيف، ما يكونش شعري فيه بقايا في زليم، ما يكونش شعري فيه بقايا في زيوت، ما يكونش شعري بقاله 100 سنه ما اتغسلش، لا شعرك يبقى نظيف. هترفعيها على شعرك، هتحطي على بوصيلات الشعر تغذيها لي وتغلفي لي بيها الشعرايه من بره. هتلبسي كيس يا غاليه او هتلبسي بونيه، ويا سلام كده لو عندك فوطه سخنه او حاجه تحطيها على شعرك بحيث الشعر يمتص القمر ده. بعد كده هتدخلي تشطفي شعرك، مش عايزاكي تغسليه بشامبو او حاجه، لا اديله شطفه كده سريعه واخرجي بقى سرحي شعرك. يا سلام لو عايزه تحطي عليه شويه زيت برده ملوخيه تاني، او تحطي عليه شويه من زيت الباميه او زيت الموز، كل دي حاجات رهيبه عاملينها على القناه. والله العظيم نعومه وترطيب من اول مره، نتيجته حرفيا مذهله. اظن لو انت رجعتي على الزيت دوت او ده شفتيه حطينا سكرينات فيه، لا قنبله منجم كولاجين، منجم ترطيب، تنعيم، فيتامينات للشعر، بعمل كاني بالظبط بعمل جلسه ترميم للشعر. بص القوام، الناس اللي مضيعه فلوسها على حمامات الكريم وعلى السيرم اين انتم من الجمال ده؟ صدقيني نتيجته فوق الروعه، جربيها هتعجبك جدا. لو عاوزه يا قلب ملف الموز ابعتيلي، عايزه ملف الزيوت عشان تشوفي الزيوت ديت ابعتيلي، اي ملف انت عاوزاه. او بصي تحت في اول تعليق مثبت هحط لك كل الملفات، ال10 ملفات او ال12 ملف اللي بتوع القناه هحطهم لك في التعليق المثبت. لايكات كتير يا امارات، وكل ما نلاقي حاجه حصري هنطلع لكم بيها، بس بليز لايكات كتير علشان نعرف نستمر. اختم الفيديو بالصلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.